اختار للباب واستكبر للباب واستكبر حتى الردى يخشى كأن يوم اللغو تسعى ورأيتني أنعى مكسورة ضلعا مكسورة ضلعا بوصية طاغة أوصى غرياها والصبر معناها والصبر معناها يا صابرا لك كل عين في الملا تبكي وبصبرك تحكي لمالك الملك لمالك الملك قم وابني لي بيتا من الأحزان وحدي لأبث ما عندي وأموت في وجدي وأموت في وجدي سأبث حزني للذي أوصى بنا الصحبة فتألبوا حزبا وحاربوا الرب وحاربوا الرب إرث النبوة إرثنا عبثوا به ظلما وتوثبوا خصما وتقاسموا الحكم وتقاسموا الحكم لا محسن يهوي على وجه الثرى قلبي يشكو إلى الرب فداحة الكربي فداحة الكربي أم النبي وروحه في جنبه أبقى لجراحه أرقى مغصوبة حقا مكسوبة حقا ولدي الحسين بكربلاء أوداجه تجري. نعم سادتي ونتواصل معكم في هذه التغطية الحية والمباشرة ولا بد من تسليط الضوء على دور الإعلام الإعلام الحسيني المحمدي العلوي الذي ينقل هذه الصور الحية عن ما يقوم به أتباع البيت في تقديم الخدمة الجليلة والجلية المباركة في أصحاب المواكب وما يسلط عليه الإعلاميون عن الصور الحية التي تنقل للعالم ما يقوم به العراقيون من هذه المعجزة الخدمة المباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله بك الأستاذ طبعا عصام الفتلاوي ورأس الإعلام الأكرم. عظم الله أجرنا وأجركم بذكر استشهاد الرسول الأكرم. ماذا يشعر به الإعلامي الذي ينقل في هذه المشاهد تحديدا الأربعينية تحديدا في ذكرى استشهاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ بالتأكيد يعني مشاعر كل إعلامي يشارك في تغطيات للزيارات المليونية وخاصة نتحدث عن زيارة أربعينية الإمام الحسين وزيارة استشهاد الرسول الأكرم. حقيقة عادة هناك شعور لدى الإعلامي أن المشاركة في هذه الزيارة من خلال الوسيلة الإعلامية التي يعمل من خلال يعني التغطيات المباشرة من خلال إعداد التقارير أنه مشارك كجزء من الخدمة الحسينية جزء من المشاركة في تعظيم الشعائر. كون اليوم الإعلامي يصعب عليه أن يذهب إلى يعني تأدية أداء الزيارة أثناء الزيارة بسبب أنه يحاول إيصال هذه الفكرة إيصال هذه الحشود المليونية إيصال مشاعر الناس إيصال الخدمات الكبيرة التي تقدم على طول الطريق إلى العالم إلى خارج الحدود بأنه اليوم أتباع أهل البيت اليوم الشيعة اليوم العالم الإسلامي اليوم يحيي شعائر حسينية يحيي يعني أمور لها علاقة وطيدة جدا بالدين الإسلامي بديمومة الدين الإسلامي التمسك بمبادئ الدين الإسلامي. حقيقة زيارة الأربعين شاهدتم يعني على مدار أكثر من 15 يوم إحنا موجودين في الشارع بعض الأخوة الإعلامي لا سيما يعني كادر قناة كربلاء جاء من رأس البيشة وصل إلى كربلاء وهو يغطي هذه يعني هذه النشاطات كذلك باقي الفضائيات واليوم في ذكرى استشهاد النبي الأكرم على مدار أربعة أيام إحنا متواصلين في تغطية هذه الزيارة بشكل كبير جدا دور كبير للإعلام في 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 إيصال ما يقدم على أرض الواقع في إحياء هذه المناسبة
المناسبة الدينية العظيمة، كون اليوم الرسول الأعظم هو لكل العالم الإسلامي هو نبي الأمة نبي الرحمة، لذلك فليس فقط يختص به للشيعة أو للعراقيين فقط بل كل العالم الإسلامي، لكن امتاز العراقيون أن يكون هم سباقين في إحياء مثل هذه المناسبات، وهم سباقين في أن يكونوا يعني جزء من يعني إرسال صور كبيرة جدا بالإيثار من خلال المواكب الحسينية، من خلال دور المؤسسات الحكومية، دور الإعلام في تغطية هكذا مناسبات عظيمة. أحسنت الأستاذ عصام الفتلاوي الزميل الصحفي والإعلام، شكرا جزيلا لك، لا تنسونا بالدعاء. شكرا لك. يعني كلمة أخيرة، أتمنى أن هذه قد تكون هي زيارة استشهاد النبي الأكرم آخر الزيارات في هذا الموسم، موسم شهر محرم وصفر، بالتأكيد سنكون على استعداد وعلى شوق كبير جدا للأعوام المقبلة في تغطية هذه المناسبات، نسأل الله أن يوفقنا بالاستمرار في هذه التغطية. آمين. وأنتم أيضا لا تنسونا بالدعاء. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا. تحياتنا. نعم سادتي، وهذه انتقالة إلى هذه المشاهد الحية والمباشرة من شارع كوفة نجف، فابقوا معنا. ترحل وإحنا نسأل، قبل ما ترحل نريدك تنطي الجواب، أنت رايح عتبة الباب، اختلف صوتك قبل موتك، وصية عندك سيدي لو عندك اعتاب، وصية عندك سيدي لو عندك اسمع كلام الخفته ضمير احساسك، يا وصية توصي بأخير أنفاسك، اشرح لنا يا وضع دمعك على الخد، يا مصيبة تشوف عينك يا محمد يا رسول الله. بارك الله يتعنى ويجي عزا يكون على الجواب. بارك الله بكم. تربي عينك وبحنينك، تربي عينك وبحنينك، توصي بابك لا يؤذي أم الأطهار، توصي بابك لا يؤذي أم الأطهار. نعم سادتي، أيها المعزون، أيها الموالون، أيها المشاركون في هذا العزاء، حيث تواصل الزحف المليونية مسيرها نحو مرقد أمير المؤمنين سيدي مولاي لتقديم العزاء بهذه الذكرى الفاجعة الأليمة، ذكرى استشهاد ورحيل نبي الأمة وإمام الرحمة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. وفي هذه الأثناء أيضا تقام العديد من مجالس العزاء في البيوتات وفي العتبات وفي أيضا في المركبات، كل العالم أجمع وفي العراق تحديدا والبلدان الإسلامية من أتباع أهل البيت الذين يوالون النبي حق موالاته وينتهجون على نهجه الشريف القويم، يقيمون مجالس العزاء بهذه الذكرى الأليمة والمفجعة. سادتي، هذه انتقالة إلى مضان الإجابة ومحل استجابة الدعاء إلى جنة الله في الأرض، إلى العتبة الحسينية المقدسة.
مصيبة تشوفها يا يا رسول الله يا رسول الله اسمع انت تدعي وهي تدعي.